هاي حبايبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير. ان شاء الله النهاردة هنتعلم نعمل مع بعض طريقة حلق المسمار بالشكل ده. طبعا ممكن نعمل منه اشكال والوان كتيرة جدا اللي انتو تحبوها. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت للفيديو لو عجبكم. ويلا نبدأ مع بعض. اول حاجة الخامات اللي هحتاجها، هحتاج لخرز تفسيره يكون لون الشكل الفيمو بتاعي، وهحتاج خرز تفسيره باللون الابيض، وهنحتاج لطبعا المسمار اللي هو بتكون نهايته بالشكل ده، وهنحتاج لهوك الحلق والبريمه السيليكون والبرامه، البنسة اللي هي 3 في 1 او في ناس بتسميها بنسة ديل الفار اللي هي بتكون مبرومة بالشكل ده، وهنحتاج لقصافة علشان هنقص بيها المسمار. يلا نبدأ مع بعض. اول حاجة اهو المسمار معانا بالشكل ده، هنحط خرزة اهو اللون الجنزيري، وهنحط خرزة بيضة بالشكل ده، وبعدين هنحط شكل الوردة. دي أشكال فيمو اهو، وبعدين هنحط خرزة تاني بيضة وخرزة اهو جنزيري بالشكل ده. طبعا انا مش هحتاج كل المسافة دي بتاعت المسمار، هنقص مسافة تقريبا 1 سنتي من المسمار اهو بالشكل ده. اهو بعد كده الطريقة الصح اللي هنلف بيها المسمار هي ان احنا بنتني المسمار بالشكل ده اهو، وبعد كده هنلفه عكس، يعني احنا تنيناه لتحت هنلفه لفوق اهو بالشكل ده، نلفه اهو، اتلف كويس. بعد كده هنفتح الحلقة اهو، وهندخله في الهوك، نقفله تاني اهو بالشكل ده، وبعد كده هنستخدم البريمة. ممكن نستغنى عنها، ولو موجودة بتكون كويسة علشان الحلق طبعا ما يطلعش من الودان بسرعة. كده انا خلصت طريقة الحلق المسمار. اكتبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك للفيديو. شكرا جدا.